بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا أقدم نفسي، اسمي علي بن سعيد القحطاني، أستاذ في كلية الطب جامعة الملك خالد. سعيد جدا أن أكون في هذا المؤتمر الرائع بخصوص جراحة الأنف. حضرت في هذا المؤتمر وقدمنا ورقة علمية، وأود أن أقدم بعض النصائح الهامة والتي تكون رسالة للمجتمع وتتعلق بنزيف الأنف. يعتبر الحقيقة نزيف الأنف من أكثر المشاكل شيوعاً، وقد يصاب به الأطفال كما يصاب به الكبار. وممكن أن يكون نزيف الأنف يقسم على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي يكون نزيف بسيط أو متوسط أو نزيف حاد وشديد. النزيف قد يكون في مقدمة الأنف، وهذا يشكل من 90% إلى 95%، وهو الأكثر شيوعا. التحكم عادة يكون فيه بكل سهولة. النزيف الخلفي قد يكون حاد بشكل أكبر، ويكون عادة منتشر في الكبار، خصوصا المرضى الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم. النصائح حتى يتم التحكم في الدم: أولا يعمل ضغط على الأنف ويثني الرأس إلى الأمام لمدة 1/4 ساعة تقريبا. إذا حصل توقف ممتاز، إذا لم يحصل توقف ففي هذه الحالة لابد من زيارة أقرب عيادة أنف وأذن وحنجرة والطوارئ في حالات النزيف الحاد الكثير لعمل تحكم في الدم. التحكم إما أن يكون بعمل كي بالنترات الفضة، أو بعمل حشوات في مقدمة الأنف تبقى لمدة 24 ساعة ثم بعد ذلك تزال. في بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى أن نأخذ غرف العمليات ونعمل مناظير لمعرفة مكان النزيف، وقد يحتاج المريض إلى كي. وفي بعض الحالات المتقدمة أو المستعصية ممكن نلجأ إلى كي بعض الشرايين التي تغذي الأنف أو ربطها في اللزم ذلك. أرجو أن يكون فيما قدمناه فائدة للمجتمع، ونسأل الله للجميع الحفظ والسلامة. وفي الختام نكرر شكرنا للإخوة المنظمين في هذا اللقاء، ونتطلع إلى لقاءات أخرى قادمة، وعلى طريق الخير والعلم والتقدم نلتقي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.